السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على البرنامج نتاع ترميم المدينة تاع الجزائر العاصمة، وخاصة الترميم تاع حي القصبة. إذن أين وصل البرنامج أولا؟ ثم ما هي المشاريع اللي راهي جارية يعني في الوقت الراهن، وكذلك المشاريع المستقبلية نتاع تدخل في برنامج إعادة إحياء العاصمة بصفة عامة، وترميم كل المعالم الدينية والتاريخية والحضارية لمدينة الجزائر العاصمة، لكي نجعل منها مدينة عالمية بامتياز. أترككم تتابعون بهذا البرنامج كل تفاصيله مع والي ولاية الجزائر العاصمة. سلام. الوالي، ربما أعدتم إطلاق المخطط الاستراتيجي للعاصمة وإعادة تسميته بالنظرة الاستراتيجية لتهيئة وإعادة تأهيل العاصمة وترتيبها. ماذا بالنسبة للمشاريع غير المنطلقة المسجلة سابقا، وبالنسبة للقصبة وإعادة تأهيلها، إلى أين وصلت ربما العملية؟ المجاهدة بحيرد، ترميم مجمع الأضرحة سيدي عبد الرحمن تعالبي، هذا كان غير كيما يعني سليم عاود فتح، ترميم مسجد كتشاوة هذا عنده بالك 4 سنوات على حسب ما أظن، ترميم دار باشطارزي راهي وجدت يعني قابلة للاستلام، وكذا إعادة تأهيل 143 مبنى ضم 1515 مسكن، هذه من عهد الاستعمار المتواجدة بساحة الشهداء، يعني داخله مع سي لا باس كازبا كما نقولوا القصبه السفلى. فيه كذلك مشاريع، 7 مشاريع، المشاريع اللي هي في طور تهيئه، يعني في اعاده عمليه اعاده تاهيل راهي جاريه. عندنا قصر الداي بقلعه الجزائر، قصر البايات بقلعه الجزائر كذلك، قصر حسن باشا، مسجد البراني، جامع سيدي عبد الله، جامع السفير، وجامع سيدي بن علي. أما المشاريع التي هي في طور الانطلاق وعددها 5، فيها ترميم جامع بن فارس، جامع سيدي محمد شريف، قصر دار الحمراء، المبنى القديم لدائرة باب الواد لونسيان سياج، توسعة مسجد علي بتشين، وفيه كذلك 5 مشاريع اللي راهي في طور الدراسه وتنطلق فيما بعد، راهي تما ننتهي من الدراسه. دراسه ترميم دار الصوف، دار الصداقه، دار خداوج العمياء، دار احمد باشا، وحمام سيدنا. وحنا مؤخرا كنا يعني انطلقنا في دراسه توجيه التخطيط والبرمجه العمرانيه على المساحات الشاغره بالقصبه، والتي تهدف لتنشيط وتهوية الحي، يعني فيه مساحات راهي شاغرة يعني وين طاحوا المنازل، هذيك ما نجح نعاود نبنيوها، خاطر من قبل كان يقول لك لازم نعاودوا تعاود تبنى، لا يعني راح نطولوا فيها. حنا الاستراتيجية تاعنا اون فا غاردي كيما نخليو 3 مسارات، 3 أو 4 مسارات، مسار الذاكرة، مسار ديني يعني باركور كولتوال، مسار سياحي، 3 أو 4 محاور ولا مسارات، ونواصل العمليه هذه، لان من 62 وحنا نتكلموا على اعاده تاهيل القصبه، يعني نو زومبيسيون ايتي تري غراند، يعني لازم نقصوا شويه من هاد لي زومبيسيون ونكونوا عمليين، ويفو كون سوا لوجيك دون نوت ديمارش. دونك فيه تانيت بعد العمليات اللي انطلقنا فيها عن طريق المؤسسات الولائيه لي زيبيك تاوعنا، هذه عمليات صيانه وعمليات تهيئات خفيفه. عندنا غير هذاك المسار يعني السياحي اللي راه يعني يستقطب سواح سواء جزائريين او اللي جايين من الخارج، رانا نقوم بعمليه اعاده الطلاء والترميمات الخفيفه، واسمو هذاك لو بافي ثاني لا ديبوز تاعو اي لا بوز ثاني لو ريغلاج تاعو كذا، واسمو الاناره العموميه
يعني هذا في انتظار. لكن هي سيد الولي ليست قضية ولاية العاصمة فقط، إذا كنا نتحدث عن القصبة والأحياء العتيقة الحديث مرتبط يعني بشيء من التراث تدخل فيه وزارة الثقافة، شيء من السياحة تدخل فيه وزارة السياحة، وربما عدة قطاعات أخرى تدخل فيه كذلك إعادة تأهيل يعني خارج القصبة، يمكن نوليو المدينة القديمة، يعني 863 عمارة تضم 10200 ساكن. هذه العملية هذه يعني كي فاسيطاري سور 3 زون، سي ان بروغرام تريينال يعني يمتد على مدى 3 سنوات، وراح يخص عدة أحياء، أحياء نقدر نقول أحياء شعبية، باب الواد، باب جديد، الكاديكس، شارع بالوزداد، شارع طرابلس في حسن داي، الحراش يعني قلب الحراش يعني السنتر فيل تاع الحراش. هذا البرنامج راح يتواصل، هو كان بدا من قبل ولكن راح يتواصل كما نشوفوا في المدن الكبرى عبر العالم، يعني عمليه رانا نسافروا ونشوفوا كل ما نولي ما تحبش العمليه هذه راح تتواصل. نعم.